عن تطورات الأحداث في ليبيا بعد أن ضرب المنطقة الشرقية إعصار دانيال ما خلف آلاف الوفيات والمصابين والمفقودين، ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ. أستاذ محمد، مرحبا بكم. لماذا لم تحذر الجهات المختصة الأهالي من الإعصار رغم إمكانية رصده؟ حقيقة هناك من يلقي باللائمة على الجهات المختصة، كيف يمكن الرد على ذلك أستاذ محمد؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. المؤكد أن السلطات لم تحسب حساب أن الفيضان سوف ينتج عن انهيار السد، لأن الكارثة التي هي اليوم حاصلة في درنا سيدي ليست متعلقة بالعاصفة فحسب. العاصفة ضربت مدن أخرى في شرق ليبيا، نتحدث على بنغازي والمرج والبيضة ومناطق أخرى وقرى أخرى، يعني خلفت خسائر بشرية. مدينة البيضاء تقريبا حوالي 40 قتيل، وأيضا يعني خسائر مادية كبيرة، لكن ليست بحجم الكارثة المأساوية التي عانتها درنا الذي انهار فيها الوضع بسبب انهيار السدين الموجودين في وادي درنا تحديدا، مما سبب سيلانا كبيرا للمياه فاق تقريبا حسب شهود عيان كانوا موجودين بالقرب من الفيضان. نعم. تقريبا يفوق 10 أمتار تحديدا، مما سبب بانهيار ومسح بشكل كامل لأحياء سكنية دمرت وسويت على الأرض. أحياء سكنية نتحدث بمنازلها بمساجدها وبمدارسها سويت تماما على الأرض، وعائلات أبيدت بشكل كامل وجرفتها السيول نحو البحر، وبالتالي هذا الذي زاد الأمر تفاقما لم يخطر في بال المسؤولين أن هذا الأمر سيحدث. طبعا إذا ما سألتني لماذا، لأنه حقيقة هناك حالة تقصير جدا، وهناك حالة عدم يعني مبالاة تجاه ما حدث. السد الموجود في وادي درنا تحديدا لم تتم صيانته منذ عام 2002، هو سد مبني وتم إنشاؤه منذ عهد المملكة الليبية في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي هناك تقارير هندسية والكثير من الأخصائيين في هذا المجال مجال السدود حذروا مرارا وتكرارا، ليس في هذه الحادثة فقط، حتى خلال مدار سنوات سابقة حذروا من إمكانية انهيار السد في أي لحظة من اللحظات ما لم تتم معالجته. وللأسف الشديد في ظل الانقسام التنفيذي وفي ظل عدم وجود استقرار سياسي في ليبيا وعدم اهتمام السلطات الحكومات المتعاقبة، لا نتحدث عن الحكومتين فقط، نتحدث حتى عن الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية، في ظل عدم اهتمامهم بمشاريع البنية التحتية وهذه المشاريع المهمة التي تحافظ على حياة الناس، أظن أن النتيجة والكارثة التي وقعت رأيناها كما رأينا فيها من مآسي ومن مشاهد مؤلمة. أستاذ محمد، جهود الإغاثة سواء كانت محلية أو دولية أو أقليمية، طبعا في ظل الظروف المناخية واللوجستية الصعبة، هل كانت بمستوى الحدث الجلل؟ يعني إذا ما تحدثت معك على الجهود المحلية سواء كانت الرسمية أو أيضا الأهلية، أتحدث على مؤسسات المجتمع المدني، على الجمعيات الخيرية وأيضا الأندية الرياضية، وحتى أهالي وسكان جل مناطق ليبيا طرابلس ومدن المنطقة الغربية ومدن المنطقة الجنوبية يسيرون بشكل دوري، وأنا موجود هناك نقاط معينة وزعت في أرجاء العاصمة لتجميع الإغاثات وتجميع المعدات اللازمة، وتخرج بشكل شبه كل ساعة تخرج قوافل، تلو القوافل متجهة إلى الشرق تحمل الغذاء والدواء والماء ومستلزمات الكهربائية ومستلزمات الإعاشة كالأغطية والأفرش وغيرها، ولكن هذا الأمر لا يكفي لأن نحن لا نحتاج حقيقة. وهذا الجملة التي سأقولها قيلت منذ الصباح من العديد من الأطراف الرسمية وأيضا شبه الرسمية، وحتى نحن خرجنا على عديد الوسائل الإعلامية وقلناها، ما نحتاج اليوم في درنا بشكل عاجل ليس الغذاء والدواء من قبل الدول التي أبدت استعدادها لمساندة ليبيا في هذه الكارثة، ما نحتاجه هو إرسال فرق إنقاذ محترفة لها القدرة على التعامل مع كارثة مثل الكارثة التي حدثت في درنا. نحتاج إلى مروحيات هليكوبتر وإسعاف طائر لتستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عائلات لا زالت إلى حد اللحظة موجودة ومحاصرة في الأحياء التي غمرتها المياه، ونحتاج أيضا إلى فرق تنتشل الضحايا، لأن عدم انتشال الضحايا بشكل سريع سوف ينذر بكارثة من نوع آخر، كارثة انتشار الأوبئة،
والأمراض. وبالتالي أعتقد أن هناك فرق إغاثة دولية وصلت إلى مطار معتيقة في بنغازي، وأيضا إلى قاعدة مرتوبة شرق درنة ب40 كيلومتر. تركيا ومصر والإمارات وقطر والجزائر وتونس أعلنت عن وصول فرق إنقاذ في هذا الصدد. وبالتالي الأمر الذي يجب أيضا الإشارة له أن هناك مشكلة كبرى تواجه هذه الفرق في مسألة الدخول إلى درنة. كل الطرق التي تؤدي إلى درنة من شرق المدينة وغربها قد انهارت وسدت بشكل كامل، لم يتبقى إلا طريق واحد وهو طريق جبلي وعر من الصعب جدا التدفق الكبير من خلاله بالنسبة للمواد الإغاثية وأيضا لفرق الإنقاذ. وهذه النقطة التي يعني من خلالها تعجز الكثير من فرق الإنقاذ للدخول إلى درنة بشكل سريع. ولذلك أنا قلت نحتاج إلى زوارق، إلى باخرات سريعة تصل إلى درنة عبر البحر، وأيضا إلى مروحيات هليكوبتر تنقذ ويعني تقوم بإنزال فرق الإنقاذ بشكل سريع حتى تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. اللافت في ذلك أستاذ محمد هو تضارب أرقام وإحصائيات أعداد الضحايا والخسائر، يعني عدم وجود أرقام دقيقة ومفصلة. ما سبب هذا التضارب أستاذ محمد؟ بسبب عدم وجود فرق الإنقاذ وقلتها، من الصعب جدا في ظرف أقل من 48 ساعة إحصاء أعداد بالآلاف، لأننا نتحدث للأسف الشديد بأن أحياء دمرت بالكامل، وبالتالي من الصعب جدا إحصاء الضحايا حتى عمليات الدفن تتم من قبل الأهالي دفن جماعي. ولذلك من المبكر الحديث عن أرقام دقيقة. التقديرات التي تخرج اليوم هي تقديرات بناء مبنية على نسبة السكان وعلى عدد السكان الموجودين في هذه الأحياء التي دمرت بشكل تام، ولا رجاء بأن يكون فيها أي يعني للأسف أي أشخاص على قيد الحياة. هذه التقديرات تخرج، وأيضا الأشلاء والضحايا التي تم انتشالها وتم دفنها، هذه النقطة تحديدا التي يتم بها إحصاء الضحايا لحد اللحظة. ولكن لا نستطيع الحديث على أرقام دقيقة لأعداد الضحايا وأعداد المفقودين حتى يمكن أن تدخل أو حتى تدخل فرق الإنقاذ بشكل أكبر وبشكل وبعدد أكبر مما هي عليه الآن، وتكون هناك عملية إحصاء دقيقة جدا تماما مثل ما يحدث في زلزال المغرب وأيضا قبل ذلك في زلزال تركيا. في ظل الخلافات السياسية بين الشرق والغرب الليبي، هل قدرت الحكومة الخسائر المادية وبالتالي حددت لها موارد لإصلاحها أستاذ محمد؟ إلى حد اللحظة ليس هناك يعني تحديد إلى حجم الخسائر، ولكن حكومة الوحدة هنا في طرابلس التي رأست بيبة يعني قبل ساعات أعلنت عن تخطيص 2 مليار دينار ليبي إلى صندوق إعمار بنغازي ودرنا كي تسيل هذين المليارين يسيلان إلى الصندوق لمعالجة ومحاولة إصلاح البنية التحتية المدمرة تماما في المدن المنكوبة درنا والبيضة ومدن أخرى تأثرت بفعل هذه العاصفة المتوسطية. من المبكر جدا الحديث على مسألة إعادة الأعمار وتخصيص الأموال، ولكن بكل تأكيد سوف تكون التكلفة باهظة جدا. مدينة درة للأسف الشديد مدينة منكوبة ليست اليوم صالحة للعيش، حتى الأحياء التي لم تدمر أحياء غمرت تماما بالمياه وتفتقر يعني أبسط أسباب ومقومات الحياة فيها. وبالتالي يعني هناك العديد من المسائل التي تحتاج إلى معالجة، وقدرات الدولة الليبية محدودة في هذا الأمر. وبالتالي أعتقد أن قد تكون هناك تنسيقات مع بعض الدول لجلب شركات مختصة في إعادة الإعمار بشكل سريع وتأمين هذه الشركات حتى تنجز بشكل سريع هذه المشاريع وترجع الحياة إلى طبيعتها بشكل أسرع. أستاذ محمد، يعني من الممكن أن كارثة ليبيا قد تلقي بظلالها على الوضع السياسي في هذا البلد. الكارثة يمكن أن تقرب الفرقاء السياسيين بعد أن فرقتهم المصالح؟ أظن أنها ستوحد الليبيين وقد وحدتهم بالفعل. نعم. لا نتحدث عن الفرقاء السياسيين الموجودين في السلطة، لا يهمهم توحيد البلاد، بالعكس هم يعني منسجمون تماما مع حالة الانقسام طالما أن الفساد سيكون موجود وطالما أن الصفقات المشبوهة وتقاسم المال سيستمر. وبالتالي أظن أن ما جرى يعتبر دلالة واضحة أن الليبيون لازالوا متمسكون بوحدتهم رغم كل ما حدث ويحدث طيلة السنوات الماضية، ولازالت اللحمة الوطنية موجودة بينهم، رأيناها بشكل واضح
وبشكل يعني لم نتوقعه إطلاقا كمية التلاحم التي جرت بين البيئة في هذه الحادثة. وبالتالي أعتقد أنها رسالة واضحة جدا لهؤلاء الموجودين في السلطة بمختلف وجودهم شرقا وغربا، وأيضا رسالة للمجتمع الدولي الذي يرى ما يراه من تلاحم الليبيين، ورسالة أن الليبيين إذا ما توحدوا سيستطيعوا بناء دولتهم وسيستطيعوا إنهاء هذه الحقبة السوداء حقيقة، وهذه الحالة من عدم الذهاب نحو بناء الدولة منذ عهد القذافي وحتى الآن. هذا قد يعتبر وقد تكون هذه الكارثة انطلاقة لتوحيد ليبيا والذهاب نحو بناء الدولة وبناء المؤسسات في البلد. عبر سكايب من طرابلس المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، شكرا جزيلا لكم.